أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان الأب يمنع ابنه من حضور الدروس العلمية وصحبة الصالحين خوفا عليه، فهل يلزم الابن طاعته؟ عليه أنه يقنع والده ويبين لها الصحبة الذين يمشي معهم والحلقات التي يجلس فيها، يبين لوالده: أنا أخشى أن والده يخاف عليه من، واليوم تعرفون الفتن وتعرفون الذين يتلقفون الشباب ويلقنونهم الأفكار السيئة، وقد حصل كثير من هذا. فالوالد ما هم ملوم في كونه يحافظ على ولده، يتأكد من صحبته، يتأكد من طلبه للعلم على أهل العلم. أخاف أنه يطلب العلم بالاستراحات وبالرحلات وبالخلوات، فيحصل الكارثة. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. علينا أننا نحرص على أولادنا، ونتأكد من مرافقيهم، ونتأكد من دروسهم التي يتلقونها على من. نعم.